يعتقد من النصارى أن عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، هل يجوز أن نطلق عليهم إنهم أهل كتاب؟ نعم، بموجب التوراة والإنجيل هم أهل كتاب. نعم، والله سماهم أهل الكتاب وهو يعلم أنهم سيقولون عيسى ابن الله أو هو الله ثالث، ويعلم هذا سبحانه، ومع هذا سماهم أهل الكتاب، نحن نسميهم بما سماهم الله به. نعم.